N plus 1 égale 43,87. Rho égale P par M. إذا كنتوا عم تشتغلوا سير R par T. والسنة الجاية على العيش بنحكي بالفورمولا. هلأ خلصنا مدرسة وعلى الزراعة. من الله رد. هيدا الانتينة هون أصفر التيارة ونحن عم نشتغل هون. هيدي مزرعة مواشي تبعيد. هيدا هونيكي برانية. هيدا العمود الثاني فوق اسمه برانية. كمان بيحكي عنه انه عصفه. هذا الزيتون عم بقول لك عنه هون والجبل الثاني فيه كمان نفس الشيء. هذا الدخان انا من فوق بشتغل بقطه دخان هذاك كبير، هذا بعد صغير طلعته هيك وشيء لوسي. هذا الزيتون استنى 100 متر لقدام انا بستني شو فيه. غير الدخان عنا عم بقول لك مزرعة مواشي 400-500 راس وبمنطقة الحقيقة يعني المزرعة تبعيتهم مكشوفة قدام 3 مراكز إسرائيلية يعني كشفين ونحن بوضعية خطر فوق فيهم. وبنفس الوقت عنا 500-600 شجرة زيتون هونيك ما قدرنا نحوشهم أبدا، ما قدرنا نروح نزل الزيتون على الأرض بالشتاء ونحن ما دعسنا على قلبه يعني. وهيدي شغلة كانت سند لنا وركيزة. المواشي أول شغلة تأثرت إنه المراعي تبعيتها ما عادت وصلتها برياحة. ما عادت قدرت وصلت على المراعي، صارت تضل هون فوق بين البيوت وعن يدك صار فيها أموات يعني. والزيتون تضرر، الزيتون وقت اللي بده ينزل فوسفور ويصير خاص بالصيف بيحرق الشجر اكيد يعني نتيجه السنه مش راح تكون مثل كل سنه ابدا حتى لو وقفت الحرب. هلا نحن بهي منطقه الجنوب ككل مش رميكنا حيالها ما عندها انتاج بينتج غير الدخانات. حياتنا بذره الدخان هي معيشتنا وهي الانتاج بتطلع لنا. جامعة العيلة برماشي يمكن أساسها الدخان، تعودنا هيك تضل العيلة لفترة طويلة حتى يعني لتوصل للأحفاد إنه يكونوا مجموعين، لأنه تعودوا من هن صغار يكونوا مجموعين حول القومة هاي اللي شايفها قومة الدخان، يتحدثوا مع أهلهم إذا بدهم أهلهم يدرسوهم يعلموهم على الدخان وهن قاعدين على الدخان، يتسلوا. هيدي الإيجابية الوحيدة اللي شفناها من الدخان الحقيقة، وإلا هو منه يعني زراعة إنه هو من الأشغال الشائعة يعد. في ساعة 4:30 الصبح منيجي لهون منفيق البلايد بناخدها وبنروح للقطيفة نقطف وبنجمع اللي مجمعينه. هلا صاروا معلقين مثل هيدي الخيطان على السقايل. انا شخصيا وهذا الصبي دغري بس اوصل لهون بروح بتحمم بلبس وبفوت على الصف اونلاين مع طلابي يعني. 12 مرات نخلص مرات بخلص على 4:30 يعني بضلني اونلاين لل 4:30 بالفاضي. وقت الفش عندي مثل ما انت شايف بيجي لهون وبدي اقعد شكر ما في مجال. احنا اليوم عندنا مشكله كبيره، اولادنا متعشرين كلنا اونلاين. عندك اكثر من 100,000 تلميذ تقريبا من قرى الشريط قرى الحدود هاو على الاونلاين، والبلاد الصغيره هذه ما استفادت بالاونلاين يعني. الولد الواعي في وراء اهل يمكن شوي بحصل، اما الثانيين ما بحصلوا. لا من جهه ثانيه نحن بخطر. اذا يمكن انت وقاعد عندي هون يقصفوا بعيتها او بيقصفوا هون حدينا بيننا وبين عيتها بتقوم البيوت وبتقعد انت بتنقذ. انا شخصيا مستبعد الامتحانات مش بس بجنين بكل لبنان. اذا بقي الوضع هيك اذا تغيرت يعني نحن جاهزين له ما عندنا مشكله مع اولادنا الحقيقه، بس كثير العوامل يعني اللي واقفه بوجه الامتحانات الرسميه موجوده عوامل كثيره وهيك اوضاع اكيد. هيدي اللي شايفها انت هاو هن سبب صمود رميشيه بال برماش. احنا بنعلم اولادنا ما نعتمد على معاشاتنا، نعتمد على الزراعه.
كفر.